حقيقة تورط ابنة الفنانة نهى العمروسي في جريمة الفيرمونت الشهيرة، وهذا ما قالته عن الواقعة. حالة من الجدل أثرتها ابنة الفنانة نهى العمروسي، وذلك بعد تصدر جريمة الفيرمونت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وعن تفاصيل الواقعة فقد نشرت سيدة تدعى نشوى صفاء الدين عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وذلك بخصوص واقعة ادعاء فتاة اغتصابها على يد 6 شباب في جريمة وصفتها بالبشعة، موضحة أن ذلك حدث في فندق فيرمونت في وسط القاهرة، وقررت البوح بعد 6 سنوات من الواقعة. وزعمت نشوى صفاء الدين عبر المنشور قائلة: دي بقى اللي عاملة القلق كله، دي نزلي بنت نهى العمروسي اللي الجزيرة والإخوان بياخدوا كلامها، ودي بقى اللي عملت فيلم فيرمونت كله. ليه بقى؟ لأن الولد ده سابها فعملت قصة فيلم هابط، وفي الآخر علشان تتكلم في أعراض وتتهم ناس جزافا كده. وقالت نشوى: وعلشان الموضة بقى ترند والتحرش والمسميات اللي عرفنا منها وحقوق المرأة وقصص الناس قطيع قطيع، ولا حد يحلل مثلا ليه بعد 6 سنين واحدة تطلع تقول كده، وهي كمان أصلا مش هي الضحية، والنيابة والدنيا بتدور على الضحية مفيش، ولما تسأل يقول لك أصلها تهددت. طب يا ستي، ولما نزلتي بعد اغتصاب زي ما بتقولي وكأن الأوتيل ده شقة أوضة وصالة؟ ودعت نشوى: وكأنها ما عدتش على شرطة سياحة أو أمن، أو حتى لما نزلت ما استنجدتش، وكأننا في غابة مش دولة. دي لو كانت نزلت وفضحت الدنيا، لو الكلام ده صح فعلا كانت الدنيا اتقلبت. أصله ده مش واحد عاكس واحدة، ده اتهام باغتصاب، وأنهم وضعوا مخدر مع العلم أنها كانت حفلة وناس كتير فيها. لكن إزاي اتهام الناس في أعراضهم من واحدة بتنتقم وصفحة أدمنها شادي أيمن نور؟ يبقى لازم نعيد ترتيب الأوراق. القصة أكبر من كده، القصة بتتوجه لتشويه صورة مصر، ووراها برضو 1,000,000 علامة استفهام، وخصوصا كون تبني الجزيرة والإخوان القضية: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فيما زعمت فتاة أخرى مشيرة إلى وجود علاقة بين نزلي صاحبة التسجيل المفبرك جريمة الفيرمونت بشادي أيمن نور ابن الهارب إلى تركيا، وعلاقتهم بالجروبات الممولة. وفي أول تعليق لها على الأمر قالت الفنانة نهى العمروسي: مش قادرة أتكلم عن الموضوع ده، وأنا هستشير محامين وأعرف الموقف القانوني وبعدها أقدر أرد على الإعلام. وفي وقت سابق علق فندق فيرمونت نايل سيتي على ما تم تداوله في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة اغتصاب مجموعة شباب لفتاة بعد تخديرها بعد انتهاء حفلة في 2014.